الحمد لله وصلاة وسلاما على مصطفى النبي الأكرم والحبيب الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ الأمر ومنتهى. أما بعد أيها الأحباب، نحن الليلة مع موعد على مائدة الرحمن، مع كلام رب العالمين، مع القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة، حفلنا الليلة حفل ترعاه ملائكة الرحمن وتحبه وتحفظه. ففي الحديث الشريف ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله في من عنده. ما أجمل الاستماع إلى كتاب الله، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فما أجمل الاستماع لكتاب الله، وما أجمل الاستماع إلى قارئ زين صوته بالقرآن. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا أصواتكم بالقرآن. وقارئنا الليلة من غيرة من زينوا أصواتهم بالقرآن، فهو صاحب الفضيلة الشيخ محمود حسين الفلحي حفظه الله، فأنتم تعرفونه بلدا ونسبا وشيخا، ويأتيه تعليما به أنه كان تلميذا للعارف بالله تعالى مولانا الحاج أحمد روان، جلس واستمع وتأدب وظهر على الأبطالين وانتفع بدعواتهم. أمدنا الله بمددهم الليلة. أيها الأحباب، هلم إلى الاستماع إلى كتاب الله لتسمو أرواحنا وتعرج معه في الملك والملكوت، وتخشع لمن له وحده الركوع والسجود. القرآن الكريم من صاحب الفضيلة الشيخ محمود حسين الكلفي، فليتفضل.
الله الله أكبر. Good.
Yeah.
الله 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 الله